شنجة عروس الشمال مهرجان الأسماك، بادرة أولى من نوعها، تتمثل في معرض خاص بطبخ الأسماك مع أشهر طباخي ومطاعم طنجة، وذلك يومي 4 و5 يونيو الجاري. طبق السمك هو فن بالنسبة للعائلات الطنجاوية، هو فن بالنسبة للمدينة بحال طنجة، هي واحد الحاجة مهمة جدا، لأنه مدينة تعتمد في اقتصادها على قطاع الصيد البحري. طنجة محتاجة للمهرجان بحال هذا، وبالتالي هي فرصة كذلك لتشجيع كل المطاعم وكل المرافق السياحية اللي كتاخذ من الأسماك الطبق الأساسي، خصوصا أنه كل زائر بالنسبة للمدينة ديال طنجة كيقصد هذه المدينة وكيفكر في حاجة الأولى انه يذوق طبق السمك ديالها. حضرت بزاف ديال التظاهرات اللي هي متعلقه بالبحر، متعلقه بالبحر من ناحيه ديال الموانئ، من ناحيه ديال الصيد، من ناحيه ديال التصدير، من ناحيه ديال التصنيع، ديال كل حاجه. ولكن هذا الان بدات الثمره، الشجره كتعطي الثمره اللي كيخصها تكون، وهي الاستفاده الماديه والمعنويه من السمكه، لأن هذا الشيء كامل قائم على البحر، قائم على الأسماك. والأسماك اللي عندنا حقيقة بأنه خص تكون ثقافتها من خرجها من الدار المغربية اللي ساكتة عليها إلى العالم كله. الحمد لله هذا المهرجان هذا اللي كيشرفنا وكيعرف بالمدينة طنجة وبالجودة ديال الأسماك الحمد لله اللي متواجدة بها في البحر الأبيض المتوسط، ومطلة الحمد لله على جوج ديال البحورة. الجودة ديال الأسماك الحمد لله من تحسن لتحسن الحمد لله، والخيرات في بلادنا كاينة وموجودة كما كتشوفوا اليوم الحمد لله في مهرجان الاسماك. كنعرفوا الحمد لله بالخيرات ديال بلادنا، بالجوده ديال بلادنا، بالمهارات ديال الطباخين ديالنا، بالمهارات ديال الناس المشرفين الحمد لله في ميدان الصيد البحري الحمد لله، وفي المكتب الوطني للصيد البحري. كنشوفوا الحمد لله بان خير في بلادنا كاين، الحوت في بلادنا كاين، خاص اللي يصيدوا واللي يطيبوا كما كنقولوا، واللي ياكلوا واللي يعرف ياكلوا. المهرجان فرصة لاكتشاف أسرار وجودة المنتوجات البحرية المحلية وأشهى أطباقها، وقد اختار المنظمون الاحتفاء بدولة اليابان كضيفة شرف هذه الدورة.